الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الإسلام دين الله الحنيف وشرعه الحكيم ومنهاجه القويم وصراطه المستقيم، اختاره الله سبحانه وتعالى سبيلا للرشاد وسبلا لحياة كريمة طيبة في الدنيا، وجعله سببا لسعادة الآخرة، فلا نجاة إلا بهذا الدين وإقامته بحكمه وأحكامه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. والإسلام من أول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو منهاج واحد يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الهداية. وإن اختلفت الأحكام من عصر إلى عصر، ولكن جاء الإسلام دينا كاملا تاما لا نقص فيه ولا تغيير بعده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أتم الله الإسلام دينا وأنزل آياته وأنزل أحكامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله في كتابه ونطق به رسوله كتابا وسنة. فجمع الله سبحانه وتعالى بين العصمتين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقول معصوم والقائل معصوم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فالإسلام قيم بقرآنه وسنته، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنزل الله القرآن وألهم رسوله بتأويل هذا القرآن كما أنزله، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والإسلام بذلك لا يحتاج إلى اجتهاد أحد إلا في قياس أمور على بعضها. فالأصل بينه الإسلام، وما يأتي بعد يقاس على الأصل، وأجمع العلماء على ذلك. فلا يجتهد إنسان في نص جاء في القرآن وأكدته السنة، أو لم يأت في القرآن وجاءت به السنة وأجمع عليه العلماء. لا يحق لمخلوق مهما بلغ شأنه ومهما كان ادعاؤه أن يدعي فكرا جديدا على الإسلام أو تأويلا لم يقره جماعة الإسلام، أي بالإجماع، لا جماعة معينة ولا هيئة ولا أحد. أيها المسلمون، إن الخطر الذي داهم الأمة وشتت فكرها وجعلها في بلبلة لا ينتهي مداها
ما تفرق فيه المسلمون في الدين وما ألفه البعض وما اخترع وما أول بغير تأويل السلف وتأويل أهل العلم وما جاء نصه في القرآن والسنة، فهذا قد حدث في الأمم السابقة، فغيروا وبدلوا، وأولوا فحرف الأمر، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا بسبب الاختلاف الذي حدث بينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا نهي الله للأمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أمر الله إلينا بعد آية كانت خطرا في الأمم السابقة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أيها المسلمون، في هذا الوقت ومن قبله ومن قبله يتكلم بعض الناس في الإسلام، يختارون بعض الآيات ليثيروا بها الفتن وليغيروا بها نفوس الناس وأخلاقهم، وهذه لعلل لا يعلمها إلا الله. إنها أغراض ومآرب هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل. ومن الخطر على الأمة أن يدار هذا بينه، فهناك ضعاف النفوس، وهناك من لا علم له، فيسري ذلك فيهم ويصدق وكأنه شرع جديد أو إلغاء ما سبق من الأحكام الشرعية ليحدث هؤلاء فتنة بين الخلق ما أنزل الله بها من سلطان. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. بلغ بهؤلاء أنهم أحلوا حراما حرمه الله، وبدلوا أحكاما أقرها الله، وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على هذه الأحكام. من هذه الفتن ما يدور بين حين وآخر، ولا أقصد شخصا معينا، فكلهم في الرأي سواء. في مسألة الحجاب خاض الناس خوضا كثيرا في هذه الأيام ومن قبلها، والقائل في ذلك ينقل كلام المفسرين دون أدلة، ينقل بالحرف الواحد أسباب النزول ويقول كان هذا في وقت وانتهى، وكان خاصا بنساء الرسول وانتهى، وكان خاصا بالإماء والعبيد وانتهى.
هذه ثغرة، يأتي غيره بعد ذلك ويقول كما قال بعضهم من قبل في صحيفة من الصحف: إن الوضوء كان لنظافة العرب الذين يعيشون في البدو، ونحن في عصر النظافة والصابون والبانيو فلا حاجة إلى وضوء، لقد قضى على الوضوء حكما، وبعد ذلك سيقولون في الصلاة والصيام والزكاة والحج كما بدأ القول في هذا الوقت، ومس الحج من قريب إلى أن يلغى كما قال أحد حكام العرب من قبل علانية من حوالي 5 سنوات، قال إن الحج لا فائدة فيه الآن، وتكلم الناس في ذلك وأقاموا الحجة وانتهى الأمر، ولكنها مداخل الشيطان بين حين وآخر. أيها المسلمون، الإسلام بين أمر ونهي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الأمر قد يأمر الله به بغير سبب، كأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة إلى غير ذلك من الأحكام الفرضية والأخلاقية. وقد يكون النهي بغير سبب، كأحكام السرقة والقتل والزنا واللواط والحرابة وما شابه ذلك. وقد يكون الأمر والنهي لسبب، ينزل لسبب ويزول السبب ويبقى الحكم، يزول السبب ويبقى الحكم، يزول السبب ويبقى الحكم، كالنهي عن الخمر كان لسبب وانتهى السبب وبقي الحكم. هل بمجرد انتهاء السبب تحل الخمر الآن؟ لا يقول عاقل بهذا، ولا يصح أن يذكر هذا القول، وإنما كان النهي لسبب من الأسباب ثم بقي الحكم إلى يوم القيامة. كذلك في التيمم كان لسبب لفقد الماء، هل زال السبب وانتهى التيمم؟ التيمم أمر حكمي شرعي باق إلى يوم القيامة، لا يتعلق بسبب سابق، وإنما كان رحمة من الله تعالى لتشريع هذا الحكم أمرا أو نهيا بهذا السبب، وزال السبب وبقي الحكم. فقد يكون الأمر والنهي بغير سبب، وقد يكون الأمر والنهي لسبب يزول السبب ويبقى الحكم، كآية الحجاب. والحجاب شيء، والرداء للنساء شيء آخر، ولا يطلق الحجاب على رداء المرأة إلا تجاوزا لحجب فتنة الوجه أو الجسم، ولا تسألهن إلا من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا سبب لدخول الناس إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن بيتك يدخل فيه البار والفاجر، فلو سألت الله أن ينزل آية حجاب ليمنع ذلك، فنزلت آية الحجاب. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: في كل أمة محدثون، وإياكم في أمتي فعمر بن الخطاب، فألهم بهذا الحكم فأنزله الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كذلك. قال: يا رسول الله، لو صلينا في مقام إبراهيم أو اتخذناه مصلى فأنزل الله هذه الآية وأنزل غيرها في بعض الأحكام. هل كان هذا لسبب ثم يلغى هذا الحكم بعد ذلك؟ من يقول هذا؟ إنه حكم عام، لم يأتي حكم آخر، ولم ينسخ بحكم آخر، لا بحديث
ولا برأي من الصحابة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذه آية الحجاب، ويقول صلى الله عليه وسلم: الغيرة من الإيمان، والمذاء من النفاق، والمذاء وخلط النساء بالرجال، يمثي بعضهم إلى بعض بكلام الفتنة وكلام الهوى كما يحدث الآن. أيحل هذا؟ لا يحل إلا في نظر هؤلاء الذين يبغون الفتنة ويريدونها شائعة بين الناس، وهذه من علامات النفاق التي تحدث من أفواه الخلق المضلين حينا بعد حين. آية الجلباب لا كلام فيها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قبل نزول هذه الآية كان النساء يخرجن لقضاء الحاجة من الحرائر والإماء العبيد، فكان الناس تتعرض للإماء وللأحرار معا، فأنزل الله هذه الآية حفظا لكرامة المرأة ولزينتها وعفة لجسمها، وهذا من إكرام الله للنساء. فكان الخطاب خطاب تشريف، وكان خطاب قدوة، لأن قدوة الأمة يبدأ ببيته وامرأته ونسائه حتى يكون قدوة لباقي المؤمنات ولباقي البيوت. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. انتهى هذا العصر، هل يحل للمرأة أن تكشف شيئا من جسمها بعد هذا؟ ما هو الجلباب؟ الجلباب هو الثوب الذي يستر المرأة، يستر جسم المرأة كله، جسم المرأة كله من أوله إلى آخره. ويبين ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي روي عنه صلوات الله وسلامه عليه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق يشف منها الجسم، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجه الشريف، وهذا، وأشار إلى كفيه صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي داود الذي روي في سننه قالت السيدة أم عطية: يا رسول الله، إن إحدانا لا تجد لها جلبابا. قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، أي لتعيرها ثوبا لو اضطرت إلى ذلك أو لو اضطرت إلى ذلك فلا عذر، تأخذ ثوبا من صديقة لها أو أخت لها حتى يتحقق الأمر القرآني فلا عذر. فهذه من النساء أمرت أن تستر جسمها، ولو لم يكن عندها ثوب وجب عليها أن تستعير من أختها ثوبا لتستر جسمها إلى أخمص قدميها.
هذه هي الآية التي لا جدال فيها ولا يتكلم فيها أحد. هل يؤتى بعد ذلك بكلام لإباحة كشف المرأة شيئا من جسمها، من ذراعيها أو من ساقيها أو من غير ذلك؟ من قال هذا؟ ومن يتجرأ على الله لإحلال ما حرم الله؟ إنها فتنة كبيرة، ولكن لا تزيد المؤمنات الصادقات إلا قربا إلى الله وسترا وحفاظا وصونا وتقوى. إنه لا يصيب إلا أهل الهوى الذين يمالئون هؤلاء هواهم، والطيور على أشكالها تقع. أيها المسلمون، القضية المثارة الآن كما يقال على مسرح الحديث والجدل، وليس هناك حديث وليس هناك جدل، وإنما هو خلق للفتن وبدع يتقولها الناس لا أصل لها ولا وجود إلا في عقولهم فقط. مسألة كشف الرأس، إنه شيء يدعو إلى التمهل. لما هذا التجني على دين الله؟ وما المراد؟ هل القضية المثارة الآن أمام مشاكل مصر وأمام مشاكل العرب وما يدور من قتال وسفك دماء أن تكشف المرأة رأسها أو لا تكشف؟ وهل ستر المرأة من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ هل كان الفراغ لهذه الدرجة لكتابنا الأفاضل أن يتفرغوا لإثارة فتن ما أنزل الله بها من سلطان؟ تكلموا في جمع الشم، تكلموا في الدماء التي أسيلت وسفحت بلا وجه حق. هذا هو ما يدور الآن، وإني أتعجب كما يتعجب الخلق جميعا في مصر. هل هذا وقته؟ ولماذا لا يكون أمام أصحاب الرأي والجدل حتى نخرج بنتيجة طيبة كريمة؟ أما من يملك صحيفة ليكتب فيها ما شاء أو مجلة ليكتب فيها ما شاء ولا رادع له باسم الديمقراطية، بئست الديمقراطية التي تجرح دين الله وتعتدي على حرمات الله. ليست حرية قط، لم يقل بها أحد من قبل. الحرية هي أن نكون على حرية رأي لجمع شمل أو لإزالة فقر أو لإعمال عامل لا عمل له أو لزراعة أو لتجارة. هل الإسلام هو الكلأ المباح الذي يتكلم فيه كل من هب ودب؟ هل هذه شطارة؟ هل هذه من الأعمال التي تعطى الأوسمة من أجلها؟ ومن يقدر ذلك؟ أنا أتصور أن أي مسلم على وجه الأرض ولو كان عاصيا لا يرضى أن يتعرض القرآن لهذا الغراء. أيها المسلمون، مسألة الرأس مسألة واضحة لا تحتاج إلى رأي. جاء ذلك في سورة النور، ووضع الله نهيا أو أمرا حتى تحفظ الناس في أعراضها وفي نسائها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. غض البصر لأي شيء، غض البصر للمرأة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. القضية في قضية الخمار حتى ننتهي من هذا الأمر. الخمار أجمع العرب والعجم من قبل ومن بعد أن الخمار هو ما يغطي الرأس قرآنا عربيا غير بعيد. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والسبب كما ذكره الكاتب كان ذلك في وقت كانت النساء أو كان النساء يضربن بالخمر ويسدلن الخمار خلف الرأس على الظهر. فأمر الله المؤمنات أن يتغير ذلك تغطية للعنق وللنح وللأذنين وليضربن بخمرهن. فالخمار لا خلاف فيه، الخمار لا خلاف فيه، الخلاف هل يسدل إلى الظهر أم إلى الأمام؟ إلى الأمام تغييرا للوضع السابق حتى تستر هذه الأشياء، يستر العنق والنح ويستر الأذنان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انتهت القضية، لا تحتاج إلى تأويل جديد ولا إلى رأي ولا إلى إحلال حرام ولا إلى أي نقاش أو جدال في هذا الأمر. ويذكر كل من يكتب هذا على مسؤوليته. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول النبي المختار المعصوم لم يقل ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. حتى لو قال على مسؤوليتي لصح له ذلك. أما أنت لست بنبي ولا رسول ولست بمعصوم، أي مسؤولية عليك؟ مسؤوليتك بين يدي الله يوم القيامة. يقول الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. اطمئن أيها الكاتب فلن تمس بسوء، لأن هذا القول صادف الهوى في بعض نفوس الناس، وإن صادف الهوى فلا شيء عليك ومسؤوليتك محفوظة ولن يعارضك أحد. الذي سيسألك واحد فقط هو الله الحي القيوم. قل له يوم القيامة كان هذا على مسؤوليتي يا ربي، ثم انتظر منه الإجابة يوم القيامة. أيها المسلمون، هذا ما نتعرض له بين حين وآخر، ولكن المنبر الشريف لا يتعرض لأحد بتجريح، وإنما هو الرأي بالرأي والحجة بالحجة، وإن كان ليس هناك برأي وليس هناك بحجة. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولنتب إلى الله جميعا، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنام البخت في الأشكال المختلفة في الرؤوس والشعر، رؤوسهن كأسنام البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ما القول في هذا؟
ما القول في هذا؟ إنه قول معصوم ينبئ عما يحدث إلى يوم القيامة وعما يفعل النساء في هذه العصور المختلفة، وما يجدنا من تشجيع وآراء تقوي شيطانهن. أيها المسلمون، وبين حين وآخر يقال إن الملبس لعلة الفقر، لأن المرأة لا تجد ثمن الأثواب الغالية. نعم المرأة التي تواضعت ولبست لبسا طاهرا كريما، سترت به رأسها وسترت به جسمها، وليس لفقر. فنجد كثيرا من النساء ذوات المال والجاه قد التزمن بالإسلام، فأين علة الفقر؟ هل كل من لبست اللبس الشرعي فقيرا؟ اتقوا الله في الادعاء، وإذا قلتم كلاما فأقيموا الحجة. والمرأة الفقيرة إذا ارتدت ورضيت وأرضت ربها، ما عيبها؟ أتخلع ثوبها لترضى أنت ويرضى أعوانك باسم الحرية؟ هل الحرية أن تكشف المرأة جسمها للشيطان وأن يكون لحمها عرضة لسهام العيون؟ هل هذا مطلق الحرية عند هؤلاء؟ شيء غريب. هل حصرت الحرية في ذلك؟ ما هذا المعنى المكرر السخيف باسم الحريات؟ انطلقي أيتها المرأة. والمرأة تحتاج إلى توجيه، توجيه سديد، ليس بالقهر وليس الزي أمرا سياسيا كما يقول، إنما الزي أمر شرعي يلبسه النساء مرضاة لله تبارك وتعالى. فهل كل امرأة تلبس زيا شرعيا تنتمي إلى حزب أو هيئة أو جماعة؟ ما هذا الادعاء؟ إنها أقوال متضاربة، والشيء يسقط بعضه، والفتوى قد كثرت من أفواه الناس من هنا ومن هناك. وكما قال أحد الشعراء: إذا أصبح الديك في القوم مفتيا فلا عجب إذا أما الناس كتكوت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر دينك الذي أكرمتنا به، وانصر أهله وأعوانه والمؤمنين به. اللهم أيدهم بتأييدك، وأعل شوكتهم ورايتهم يا رب العالمين. اللهم قو شوكتهم يا قوي يا متين. اللهم ثبت هذا الدين في قلوب عبادك حتى يتغير الأمر طهرا وكرامة وعزة يا أرحم الراحمين. كما نسألك يا الله أن تنصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن توفق كتابنا إلى نصرتهم وإلى تأييدهم وإلى الوقوف بجوارهم بدل الخلاف بين الرأس والشراب والثوب والخلع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.